هل فكرتوا يوم ليش المسيحية اتخذت من الصليب رمز مش من أي شيء آخر؟ ليش الصليب اليوم هو اللي بزين كنايسنا وبيوتنا، نحطه على المذبح ومش أي شيء آخر؟ يمكن لازم نفكر بمعنى الصليب ونتحرر من النمطية والطريقة القديمة اللي فكرنا فيها بالصليب. فالصليب هو أداة إعدام، أداة إعدام للرومان قبل 2000 سنة، هو رمز للخزي، هو رمز للعار، أداة إعدام مهينة، إعدام مع إهانة. فتخيلوا من معي إنه إحنا جماعة جعلت من هذه الأداة رمزاً لها. صليب كان نهاية غير متوقعة لقصة المسيح. يمكن لو إحنا كتبنا القصة كبشر ما تخيلنا أبداً فكرة الصليب. فإنه بطل القصة يصلب ويهان بهاي الطريقة، ليش ما تكون النهاية إنه يحكم، ينتصر على الرومان، على قيصر، أو حتى يأخذ مكان قادة اليهود؟ عشان هيك اليونانيين على فكرة بيشوفوا في الصليب جهلاً، بيقول بولس الرسول، وين القوة، وين الحكمة والفلسفة البشرية؟ بنظرهم، بمنطق القوة والتوسع، الصليب ضعف. كيف بتبشرنا بفلسطيني مات إعدام؟ هذا جهل، هذا ضعف. قيصر هو مخلص العالم، قيصر هو الحاكم المنتصر، تعشوف فلسفتنا، تعشوف قوتنا. أما هذا الفلسطيني إحنا سحقناه، قتلناه. وبالنسبة لليهود أيضا رفضوا منطق الصليب، فالمسيح المنتظر يصلب؟ هذا اللي ادعى، قالوا عنه أنه كافر لأنه ادعى أنه الله، هذا النجار اللي من الناصرة، هذا هو اللي بتبشرنا فيه؟ اللي ما احترم سلطتنا أصلا؟ الإمبراطورية والدين رآه في المصلوب جهالة وعثرة، وما زال الصليب على فكرة لليوم للكثيرين جهالة وعثرة، لأن عالمنا ما زال يحكمه منطق الإمبراطورية ومنطق التدين. القوة والتدين ومرات الاثنين بيكونوا مع بعض. صلبوا المسيح، والعالم والدين اليوم ما زالوا بيصلبوا المسيح، كما قال القسيس متري الراهب: أسبوع الألام يذكرنا أن يسوع قضى على الصليب بين إرهاب الدولة من جهة وإرهاب المتدينين من جهة أخرى، وما زلنا نعيش في الشرق الأوسط على درب الآلام ذاته. للأسف كتير مرات بحس حتى المسيحيين ما فهموا نهج الصليب، لأنه إحنا مرات بنركض وراء القوة والتوسع والنفوذ، بدنا مسيح قوي، بدنا نأخذ حقنا في إيدنا، بدنا طريق روما وطريق قيصر. وبسأل هل فهمنا نهج الصليب؟ وكتير مرات حولنا مسيحيتنا لقوانين، لشرائع، وبسأل هل فهمنا نهج الصليب؟ عشان هيك خلينا ما ننسى إنه المسيحية هي عبارة عن جماعة اتحدت حول المصلوب واختبرت محبة الله وأحبت الله وأصرت أن تحب القريب والعدو، أن تسامح المعتدي، أن تبذل نفسها من أجله كما فعل المسيح. هذا هو نهج المصلوب. وعلى فكرة هاي هي القوة الحقيقية، هاي هي القوة الحقيقية اللي موجودة في الصليب. نحكوا لي مين الأقوى، روما ولا من أعدمت روما؟ يسوع المصلوب. قيصر أم المصلوب الذي لا حول له ولا صرخ: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ مين الأقوى ومين يعبد اليوم ومين اللي بنتذكر اليوم في كل العالم؟ قولوا لي مين أقوى، قيافة والفريسيين أم هم اللي حكوا عنه أن يسوع كافر وهرطوقي وقتلوه، أم يسوع هو أقوى اليوم؟ اليوم بعد 2000 سنة بحملنا للصليب، إحنا أيضا بنهزم الإمبراطورية، إحنا أيضا بنهزم نهج التدين. أخذنا رمز جبروت روما وما كانت تهين به الآخرين، واليوم هذا الرمز هو رمز قوتنا وانتصارنا، لما نحب، لما نسامح، لما نغفر لمن ظلمنا، لما نحمل الصليب ونتبع المسيح. أما عندنا يقول بولس الرسول: فالصليب قوة الله. الصليب هو قوة الله. فكر مرة أخرى في كلمات الشاعر جبران خليل جبران عن يسوع المصلوب، من أشهر ما كتب: وأنت أيها الجبار المصلوب، الناظر من أعالي الجلجلة إلى مواكب الأجيال،
السامع ضجيج الأمم، الفاهم أحلام الأبدية، أنت على خشبة الصليب المدرجة بالدماء أكثر جلالاً ومهابة من 1000 ملك على 1000 عرش في 1000 مملكة، بل أنت بين النزع والموت أشد هولاً وبطشاً من 1000 قائد في 1000 جيش في 1000 معركة. هي هي القوة الحقيقية، هذا هو معنى الصليب. عندنا يقول بولس نحن المخلصين، فكلمة الصليب هي قوة الله.